شكرا لزميلي علي الوهيبي. أتواصل بتواصل إلى شواط، أتواصل مع شوطنا الثاني عشر ما قبل الختام في هذا الصباح الجميل. أتواصل مع المقدمة، مشكورة على المقدمة هنا شوط الحول المحليات الأصايل، مشكورة كما أسلفت على المقدمة شعار سعيد بن محمد بالحب العامري في مقدمة الشوط، سرابه على ثاني المراكز راشد بالسعيد بالغافرية مع ثاني المراكز، المركز الثالث الشهنية الغبشي بن محمد الكتبي مع ثالث المراكز، المركز الرابع هلا على رابع المراكز رياض بن ثامر السعدون، في رابع المراكز تتواجد ويتواجد المتابع صالح بن محمد اليامي. المركز الخامس، المركز الخامس تنطلق الشهنية سالم بن خميس بن عمير الشامسي، المركز السادس انطلق مع شعار بن دري مع حمد بن سهيل بن دري الفلاحي، الشعار على ظهر متعبة المركز السادس، المركز السابع الخوارة السبع بن عبد الله اليحافي مع سابع المراكز، المركز الثامن شعار الكليلي تحذير سعيد بن محمد الكليلي، المركز التاسع مياسة علي بن سعيد بن سليم العويسي، وعاشرا الشهنية ومبارك بن محمد بن سويد بن قشماني المنصوري. هذه الأسماء المنطلقة في هذا الشوط، هذه الأسماء المشاركة، هذه الأسماء التي تنطلق في أول نداء لانطلاقة هذا الشوط مع الحول المحليات الأصائل. أذكر بالتوقيت الأفضل يا مخرجنا، توقيت أفضل توقيت سجل في هذا الصباح، توقيت منحاف صاحبة الشوط الرئيسي في هذا اليوم بشعار مبارك بن محمد بن زايد الخيارين. ها هو مخرجنا أسامة الهواري يعلن التوقيت على الهواء مباشرة، 13 دقيقة وثانية وثمان أجزاء من الثانية أفضل توقيت زمن يسجل حتى هذه اللحظة منحاف مبارك بن محمد بن زايد الخيارين مع عتيق بن قريع المري المتابع لانطلاقة منحاف. إذن نحن نسير معكم ونتابع هذا الانطلاق الجميل، نتابع هذا الانطلاق المتميز، نتابع هذه الأسماء الكبيرة، نتابع شعار بالحب على مقدمة الشوط. مشكورة سعيد بن محمد بالحب العامري في هذه اللحظة ينطلق شعار على المقدمة وعلى الصدارة، المركز الثاني سرابة على ثاني المراكز تنطلق بشعار بالغافرية، راشد بن سعيد بالغافرية مع ثاني المراكز، المركز الثالث الشهنية الغبشي بن محمد الاشتبي مع ثالث المراكز، رابع المراكز هنا شعار رياض بن ثامر السعدون ينطلق بانطلاقة هلا والمتابع صالح بن محمد اليامي، المركز الخامس، المركز الخامس هنا الشهنية سالم بن خميس بن عمير الشامسي، المركز السادس شعار بن دري تواجد مع متعبة حمد بن سهيل بن دري الفلاحي، المركز السابع ينطلق شعار بن قشمان مبارك بن سويد محمد بن سويد بن قشمان المنصوري مع الشهنية، المركز الثامن أتابع الخوارة على ثامن المراكز السبع بن عبد الله اليحافي، المركز التاسع مياسة علي بن سعيد بن سليم العويسي هنا مع تاسع المراكز، وعاشرا تحذير على عاشر المراكز سعيد بن محمد الكليلي. إذن هذه الأسماء المنطلقة للمرة الثانية، للمرة الثانية، للمرة الثانية، للنداء الثاني، للانطلاق الثاني للرحلة المباركة من رحلات البحث عن الناموس. ميدان الوثبة عاصمة الميادين الذي دائما يتميز بلقاء الإخوان، لقاء الكبار ومتابعة الكبار، ونحن في يوم الكبار في تمام الساعة الثانية بإذن الله تعالى من بعد ظهر هذا اليوم سنرافقكم على الهواء مباشرة
بثا حيا مباشرا من قناة أبو ظبي الرياضية لمتابعة الأشواط الخاصة بالكبار، الحول والزمول الخاصة لأصحاب السمو الشيوخ في مساء هذا اليوم. نتمنى التوفيق للجميع في هذه المشاركات في ميدان الوثبة عاصمة الميادين. المقدمة هنا لا زال بالحب على المقدمة، لا زالت مشكورة على المقدمة، سعيد بن محمد بالحب العامري على مقدمة الشوط. المركز الثاني التغيير والانتقال من هلا هلا رياض بن ثامر السعدون ينتقل بشعاره على ثاني المراكز. المتابعة من المضمر صالح بن محمد اليامي، إنجازها مليء وسجلها مليء وفوزها دائما هذا الشعار يتميز في المشاركة في دول مجلس التعاون مع هذا الشعار الأبيض بالأخضر الحامل لانطلاقة هلا في هذا الشوط رياض بن ثامر السعدون، والمتابعة من صالح بن محمد اليامي. المركز الثالث أنتقل أتابع المركز الثالث، سرابة راشد بن سعيد بالغافرية مع ثالث المراكز. المركز الرابع أتابع رابع المراكز الشهنية، الغبشي بن محمد الاجتبي مع رابع المراكز. المركز الخامس أشوف المركز الخامس متعبة حمد بن سهيل بن دري الفلاحي. المركز السادس الشهنية سالم بن خميس بن عمر الشامسي مع سادس المراكز. سابع المراكز انطلق بانطلاقة الخوارة السبع بن عبد الله اليحافي، لازلت متواجد بسابع المراكز اليحافي. المركز الثامن هناك تحذير تعبر تحذير سعيد بن محمد الكليلي. المركز التاسع هنا مياسة علي بن سعيد بن سليم العويسي. المركز العاشر تتواجد هنا الشهنية مبارك بن محمد بن سويد بن قشمان المنصوري. إذن هذه الأسماء المتواجدة في نداء الثالث وآخر أشواط الحول المحليات المنطلقات المتابعات الأسماء الكبار الانطلاق مع الكبار التواجد الحضور المتابعة عبر قناة أبو ظبي الرياضية المتابعة الدائمة لانطلاقات هذه الرياضة وانطلاقات الوثبة خاصة دائما تتابع هذه القناة هذه الانطلاقات بتميزها في إخراج ونقل الصورة من أرض وعاصمة الميادين إلى دول مجلس التعاون وإلى العالم عامة ليتابعون هذا النقل الحي المباشر هنا من دولة الإمارات ومن عاصمة الميادين الوثبة. مشكورة على المقدمة وعلى الصدارة، مشكورة على المقدمة وعلى صدارة الشوط. سعيد بن محمد بالحب العامري على المقدمة ينطلق مع مشكورة. المركز الثاني تتواجد هلا رياض بن ثامر السعدون، لا زال المركز الأول والثاني ما هناك أي تغيير على المقدمة. المركز الثالث انطلقت متعبة، غيرت متعبة، هنا اقتربت متعبة. في ثالث المراكز حمد بن سهيل بن دري الفلاحي ينطلق مع ثالث المراكز. المركز الرابع الله الشهنية الغبشي بن محمد الاجتبي. المركز الخامس وصل بن قشمان مع الشهنية مبارك بن محمد بن سويد بن قشمان المنصوري. المركز السادس هنا مياسة علي بن سعيد بن سليم العويسي. المركز السابع سرابة راشد بن سعيد بالغافرية. ثامنا الخوار السبع بن عبد الله اليحافي، يلا يا اليحافي. المركز التاسع ولا الثامن سلهودة سعيد بن عبد الله بالطير العامري. ثامنا تاسعا الله ثريا ناصر بن حمد بن سهيل الكليلي. العاشرا تحذير سعيد بن محمد الكليلي. الله اقتربت الأسماء الكبار، اقتربت الخطورة. يا سلام بالحب مع مشكورة بالحب. ركز يا سعيد يا بسليمان يا الوهيبي، ركز على مشكورة، ركز على بن قشمار، ركز على رياض بن ثامر السعدون اليامي. الله 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 الله، هنا المقدمة مع مشكورة،
انطلاقة الشوط مع مشكورة، وحتى هذه اللحظة مشكورة متصدرة متربعة تسير بكل ثقة تسير، ولكن الخمسمائة متر الأخيرة يا اليامي الله يا بن قشمان، الخمسمائة متر الأخيرة عن نهاية الشوط، يترقب الموقف اليامي، يترقب الموقف من قرب، يترقب لينقض إلى المقدمة، وبن قشمان أيضا يتابع على ثالث المراكز، ولكن بالحظ يا سلام الله 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 الله، غيرت هلا 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 على المقدمة، هلا رياض بن ثامر السعدون المضمر صالح بن محمد اليامي يعلن الفوز بدون أي أوامر، يعلن الفوز بكل ثقة، يعلن الفوز، ولكن بن قشمان يا اليامي الله، تهانينا لأبناء المملكة، تهانينا لرياض بن ثامر السعدون، أنقل التهنئة لصالح بن محمد اليامي المتابع لانطلاقة هلا، تهانينا والناموس على فوز هلا بالمركز الأول وحصولها على النقطة الذهبية في صباح هذا اليوم. المركز الثاني وصلت الشهنية مبارك بن محمد بن سويد بن قشمان المنصوري. المركز الثالث مشكورة سعيد بن محمد بالحب العامل. المركز الرابع الشهنية الغبشي بن محمد الاكتب. المركز الخامس الثريا ناصر بن حمد بن سهيل الخيري. تهانينا والناموس لمالك هلا وهذه هلا ووصولها إلى خط النهاية. التوقيت يا أسامة، التوقيت هلا هنا وصلت إلى خط النهاية بتوقيت زمني 13 دقيقة 20 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك رياض بن ثامر السعدون، والتهنئة لصالح بن محمد اليامي. ثاني المراكز 13 دقيقة